السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إخوان في فيديو جديد. هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش تقدروا تسرعوا الحاسوب ديالكم بطرق جد بسيطة. أولا نضغطوا على زر ديماري هذا، ثم اخ، ثم زر اخ في نفس الوقت. بعد ذلك نكتب هذه الكلمة بريفيتش، نضغط اوكي، ثم بعد ذلك نجمع جميع هذه الملفات. هي ملفات مخلفة نتيجة اشتغالك بالحاسوب، تبقى هذه الملفات مخزنة وتبطئ الجهاز. نمسحها كلها، ثم نضغط نكتب ريسنت. كل الأمور هذه نكتبها في هذا الأيقونة، ثم نضغط مرة أخرى، ثم نكتب تام، نمسح ثاني جميع ملفات التام. لا تخف ولا تحزن، لن نمسح لك أي ملف مهم أو هذه، فقط كوكيز وملفات تبقى عالقة بالحاسوب وتتسبب في خراب الحاسوب. نعيد الكرة مرة أخرى. المرة الأولى مرة تكتب تام، ومرة تام ب 100% و100%، ومرة تام عادية، مرة ريسنت، ومرة بريفيتش. تمسح جميع هذه الملفات. بعد ذلك تضغط على service.msc. هنا سنعطل بعض الخاصيات في الجهاز ليتم تسريعه، فعندما تتعطل ينخفض الضغط على رامات الجهاز وبذلك يتم تسريعه. ليست في ام اس كونفي، في هنا في ام اس كونفي عفوا، قلت لكم انه يتم تسريع الجهاز بإلغاء بعض الخاصيات هنا كما ستشاهدون. هنا نضغط على هذه كما ترون ماسكي تو كلي سيرفيس دو مايكروسوفت. بعد ذلك ديماري، ستدع فقط الانتي فايروس والشيء الذي تريد ان تشتغل به، ثم اوكي. انا لا اعمل ريديماري، كيبي سون ريديماري. الآن الجهاز تم فك كثير من الضغط عليه. إن ظل جهازك يعني عالق أو ما إلى ذلك، فيمكنك أن ترجعه للشكل القديم كما فعلت أنا. كان جهازك بمواصفات جد بخسة كجهاز 2 جيجا في الرامات، يمكنك أن تعمل له هذه ويندوز كلاسيك وتخفف عنه الضغط عن الكارت جرافيك. هذا ما كان، شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي بكم في فيديو جديد إن شاء الله.